طابور متمكن حسب الاسماء الى فضاءات نقيه. فاحنا عندنا الطموح اننا نساعد الدوله، ما عندناش هذاك الانكماش او الشك، يكون اسهل. ونتمنى ان شاء الله بهذا بعد هذا الترصيب، والحمد لله ان في هذه السنه ونصف والله احنا يعني بالنسبه للصفري، اولا احنا على مدار السياسي نقبل، انا شخصيا نقلت علي صالح، واحسن حل هو الحوار بين مجموعه تمثل المحتاجين والدولة الجزائرية والتقنية، لأن عملية تقنية ليس عملية سياسية، لكن مع الأسف الشديد أن بعض الأطراف السياسية بالغت في استغلالها سياسيا، وبعض الشخصيات بالغوا في استغلالها سياسيا، وأهل الجنوب أنا فتحت حوار معاهم يقولوا ماناش محتاجين اللي يتكلم باسمنا، قادرين نتكلموا برواحنا وماناش محتاجين اللي يستغل هذا الامر سياسيا. فالامر تقني بحت من جبهه التحرير هذا الرأي، هو ان هذا الامر يكون بين المختصين المحتاجين الحائرين عن البيئه وعن المناخ، فهذا من حقهم بيحيروا، لكن في حدود القانون. الشعب الجزائري ما ينقدر حتى واحد يغلطه، الناس راها تستغل في هذا الامر على حساب حتى الوحده الوطنيه. احنا هذا الامر هذا بالنسبه لنا امر عادي بين مواطنين تسهر الدوله باه تطمئنهم، والا تدقق الامر معاهم، ولكن بالنقاش والحوار ماهوش بالفوضى، ماهوش بتكسير الممتلكات العامة والخاصة، ماهوش بعدم انضباط عادي تاع الحياة العادية، ماهوش على حساب راحة المواطنين، ماهوش على حساب التلاميذ اللي متمدرسين، ماهوش على حساب سلطة الدولة. فالدولة متفتحة ورئيس الدولة في حد ذاته أمر الحكومة بفتح حوار، ولذا مانيش شايف. ثانيا أنا شيء غريب بالنسبة لي، أولا الرئيس الحمد لله من جيل اللي حرر البلاد هذه، هل يتصور الإنسان أن الرئيس والدولة الجزائرية وحزب جبهة التحرير وغيره من الوطنيين يهونوا عليه شعب منطقة معينة يسمم الماء اللي راهم منقلينه 700 كيلومتر لفائدة تمرات؟ ولهذا أنا يبني باللي كاين دغدغة هنايا، وممكن حتى كاين أطراف خارج الإطار الوطني اللي راه تحرك في الأمر. دعوتنا للهدوء وللتعامل مع القضية بحنكة وبحكمة.